السلام عليكم. النبيل في زمن الخذلان والفنان المتجرد في إبداعاته وفي محبته لبلاده. إنه الفنان التشكيلي والكاريكاتوري الاستثنائي عبد الله المجاهد. تأتي أربعينية رحيله محمولة على أكف من الحزن والفجيعة من أوجاع بلاد ضاق بها الوجع. يرحل مغيبا عن الاهتمام الرسمي والذاكرة الوطنية، مهملا حتى مع مرضه الذي أصابه في أواخر سنواته. يكتب الفنان التشكيلي والمصور عبد الرحمن الغابري على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك متحدثا عن الفقيد المجاهد، يقول: لم أكن أتصور أن قيمة الدواء وتكاليف المستشفى قد جعلته يعود إلى اليمن دون أن يستكمل علاجه. عاد عبد الله إلى اليمن المحاصر حاملا أتعابه، عاد عبر رحلة شاقة لا يحتملها أي شخص متمتع بالصحة وقوة التحمل، فما بالكم من فنان كبير متعب. مات أخي وصديقي في زوته متأففا ناسكا عظيما، وتركنا نعيش غصصا جمة. بعد حياة حافلة بالفن والجمال، يغيب أبو سهيل تاركا إرثه من أعمال فنية وكاريكاتورية طالما ترجمت آلام المواطنين وقضايا بلادهم المثخنة بالجراح، كما سخرت من فساد ساسته، وخلف أيضا عشرات اللوحات ومئات الرسوم. الرجل الذي رافق مسيرة أبرز الصحف اليمنية وعبرت أعماله الكاريكاتورية الناقدة عن هموم وتطلعات الناس. يفرد المساء اليمني الحلقة في أربعينية الفنان عبد الله المجاهد للحديث عن حياته وعن إرثه الفني الكبير. نتابع وإياكم مشاهدينا هذا التقرير. وهل تذكر الشمس إلا بعد مغيبها؟ ليذكر الفنان عبد الله المجاهد في أربعينية الرحيل بكثير من الحزن والوفاء تحدث عنه معارفه وحاضروا سيرته الفنية والوطنية بعد وفاته لتلمس خطوطه في حياتهم وألوانه التي زين بها أيامهم. تبكي رحيلك يا مجاهد، كل الطيور الكنت تطعمها وتسمعها القصائد. تبكي رحيلك يا مجاهد كل الطيور. إنه عبد الله المجاهد الرسام الكاريكاتوري والنحات الفنان والسياسي الوطني، وأحد أبرز من رسم الصورة الفنية للعديد من الصحف اليمنية على مدى عقود على مساحة من ورقة بيضاء وخيال مفتوح بحجم السماء. كان الفنان الكاريكاتوري عبد الله المجاهد المعروف بأبي سهيل يقف أمام لوحاته ليخرجها للناس أفكارا حية لا تموت. بأسلوبه الخاص وريشته الأنيقة أثر العديد من الصحف المحلية وترجم فيها واقع اليمنيين من خلال رسوماته الكاريكاتورية الساخرة، حتى وصف البعض بأنها أقوى الكاريكاتوريات في تاريخ صحافة اليمنية، فقد امتازت بدلالتها السياسية وشكلت مرجعاً صادقاً لأهم التحولات الكبيرة في اللحظة اليمنية. مثقف بحجم الوطن وفنان بحجم الإنسانية، هكذا هو وهكذا قيل عنه وعن أعماله التي كانت التعبير الثوري القريب من ذهنية القارئ والمعبرة عن همومه وأحزانه. فالمجاهد واحد من الشخصيات اليمنية القليلة اللامعة التي ساهمت بتخليق وعي وطني مسؤول والمحملة بروح التغيير والمتسمة بطابع السخرية والفكاهة. توفي المجاهد في مطلع سبتمبر 2017 عن 67 عاماً. كان صاحب امتياز في تصميم ترويسات معظم الصحف اليمنية الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى شعار القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية وعدد كبير من المنظمات والهيئات والحملات. شغل المجاهد منصب المدير العام للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أبو سهيل يبرز اليوم في وجدان محبيه ومتابعي مسيرته الفنية كقيمة إبداعية وفنية حاضرة لا تغيب ولا تنسى، غير أن توقيت وفاته وطريقتها ترك غصة في حنجرة وطن هو الآخر لا يزال واقعا تحت أكثر الأسباب مدعاة للموت. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن الأستاذ معد المجاهد ابن الفقيد عبد الله. أهلا بك أستاذ معد، أولا تعازينا الحارة في وفاة والدكم. دعنا نبدأ، بارك الله فيكم أستاذ معد، دعنا نبدأ بما الذي تستذكره في هذه الأيام بعد 40 يوم من وفاة والدكم؟ ما هي أبرز الذكريات التي تتذكره بها؟
غالبا انا كولد له انا اتذكر كثير من صداقاتي له، كثير من المبادئ والقيم التي علمنا فيها كيف نتعامل مع الناس، كيف ندافع عن الحقوق والحريات. لكن والدي هو اساسا مؤرخ للسياسه الوطنيه، غير اللي تذكره انا غير اللي تذكره كثير من الناس، يعني اللي تابعوا كاريكاتيرات في الصحف اليمنيه يذكرون قاعد فقط بتعريفه للسياسه وعمر اليمن، لكن أن نحن نذكره بالصديق الدائم لنا اليوم الوقت. ولهذا نريد ان نعرف كيف كانت طفولته، كيف قضى مراحل من حياته حتى في دمشق في سوريا، وثم كيف عاد، وأيضا وكيف عايش هذه الفترات الوطنية وعايش حرب 94، وكيف عايش من ثم الثورة اليمنية. حدثنا عن ذلك. والدي كان من مواليد محافظة تعز، انتقل إلى محافظة ماوية في صغره مع جدي اللي كان قاضي كان يحكم بين الناس. فوالدي انتقل معه يدرس العلوم الدينية آنذاك، لأنه ما كان في علوم أساسا علوم طبيعية، فدرس هناك الدين وانتقل بعد ذلك إلى تعز حين تعلم في الإعدادية والثانوية في مدرسة الثورة. وفي الوقت الذي كان يدرس في مدرسة الثورة كان يلتقي بكثير من البداية الصحفيين، لأنه كانت على 1968 يلتقي بكثير من الصحفيين والبادئين لفكرة الصحافة والإعلام اليمني، وكان من أهمهم هو صديق طفولته الأستاذ محمد عبد الرحمن المجاهد، وهو اللي دفعه أساساً أنه يكون مخرج صحفي ومخرج فني في مطلع الستينات. بعد كذا انتقل والدي لدراسة الفنون الجميلة في جامعة دمشق، والإخراج هو الإخراج والتصوير، اسم الإخراج والتصوير. فدرس في دمشق من مطلع السبعينات إلى 82، تخرج في عام 1982. وكان أساسا والدي كان أكثر مما هو طالب في جامعة دمشق، كان هو محتضن للطلاب اليمنيين المبتعثين من اليمن إلى جامعة دمشق بحكم كثرة أساسا الطلاب اللي كانوا مبعثين من جنوب اليمن ومن شمال اليمن إلى إلى جامعة دمشق في سوريا. نعم، ثم كيف كانت العودة وكيف كان الأمر بالنسبة له بعد الوحدة، ومن ثم يعني صيف 94 هناك كانت مرحلة ربما فاصلة حتى أثرت في يعني حياة الوالد العملية أساسا، أليس كذلك؟ ما تسمعني؟ أستاذ معد؟ إذن يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال مع ابن الفقيد معد المجاهد. على كل حال نرحب مشاهدينا الكرام بالأستاذ طارق سعد الصحفي وأحد أصدقاء الفقيد عبد الله المجاهد. أهلا بك أستاذ طارق. مرحبا أخي العزيز، حياكم الله. إذن تعازينا الحارة مرة أخرى في وفاة الأستاذ المجاهد في أربعينيته اليوم، ما الذي تقوله في هكذا لحظات بعد وفاة أحد أبرز، ربما هو أبرز فنان بالنسبة للكاريكاتير في اليمن، شهدته الصحف، شهدت أعماله الصحف اليمنية وشهدت أعماله أيضا الصحافة اليمنية بشكل عام؟ نعم، كما قلت كان بالنسبة يعني حتى ترويشات الصحف كان هو الوحيد اللي أغلب الترويشات الصحف الصادرة في اليمن منذ العام 90 بصمات الأستاذ الفقيد عبد الله المجاهد كانت موجودة. نحن أمام فاجعة كبيرة، نحمد الله على كل حال. كانت فراق من لا يفارق فعلا، يعني هذا الرجل الذي قدم الكثير للوطن وللأسف لم يحصل على شيء يسير في حقه. الأستاذ عبد الله المجاهد كان بالنسبة لنا في عملنا في أكثر من صحيفة نحن وهو، كان ليس فقط مخرج صحفي، كان والد لنا جميعا ولا ننكر كثير من كان مدرسة أو أكاديمية متكاملة في الفن الصحفي وليس في الإخراج فقط، حتى أنه كان بعض الأحيان يقترح العناوين
على الزملاء وعلي أنا شخصيا، يعني أكاديمية بما تعنيه الكلمة. هذا الرجل الجانب الإنساني كذلك لا يوصف، يتخلق بأخلاق الأنبياء. بالنسبة لي أنا فقدت أب، يعني أب كان بالنسبة لي سند وجبل كنت أستند إليه دائما، وكان في كل في أحلك الظروف تجده يبتسم. هذا طيب الإنسان العظيم رحمة الله عليه. تعم تفضل أخي. رحمة الله تخشى. طيب برأيك لماذا لم ينل الفقيد حظه من، يعني أعماله وصلت للناس، شاهدوها الناس عبر الصحف، لكنه لم يكن معروفا لشخصه، لم يكن يعني لم ينل حظه من الشهرة لدى الناس شخصيا؟ يا عزيزي الأستاذ عبد الله كان زاهد ويسبو في كثير من الأمور، يعني لا يحب حتى أنه في أحلق الظروف وفي مرضه كنت أنا أكثر من أناديت في علاجه وطالبت الجهات المختصة، وكان دائما يتواصل معي وهو يعني للأسف الشديد يبكي ويقول لا داعي لهذا، ما هو مكتوب سنأخذه. يعني في عام 96 العمل كان في المتحف الحربي، ويعني أثناء المناوشة بعد الحرب 94 كذا فأقصوا وتم ذهابه إلى البيت ولم يطالب بحقوقه. نتفاجأ عندما أتت حكومة الوفاق وأصدرت قرار برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة بتعيينه مديراً عاماً لدار العامة للفنون التشكيلية، القرار رقم 362 لسنة 2013. نتفاجأ أن ما زال راتبه، تصور من عام 96 ماشياً وهناك من يأخذه، وترقت رتبته إلى رتبة عميد، وكلما حاولنا مخاطبة الجهات في الدائرة المالية نلاقي صد في كل في كل في كل مره. يعني تصور وظيفته موجوده ولا يستطيع ان يستلم راتب. انسان لا تتصور، الرجل رجل عزيز نفس لدرجه لا تصورها. في الكثير من الزملاء قد يسمعون اليوم وهم يعرفون عن هذا الانسان النبيل الذي كان يطالب الاخرين حتى في حاله مثلا في ظروفنا كانت في اغلب الصحف الاهليه اللي كنا نعمل فيها او الحزبيه، كان دائما في الواجهه يطالب بحقوق الموظفين، وهو من اكثر المضطهدين والمهضومين في هذه الصحف. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار من يعود الينا، الاستاذ معد مجاهد ابن الفقيد. اهلا بك مجددا استاذ معد، تسمعني بشكل جيد؟ معد تسمعني بشكل جيد؟ معد اذا كنا نسال، يعني أنتم ثلاثة أخوة وأختان، سهيل ومعد وأوسان وثريا وأميمة. نعم. كان هناك على يعني بحسب فيديو شاهدته لك في موقع اليوتيوب تحدثت كثيرا على أن الوالد لم يكن يؤمن بالأساليب القهرية، لم يكن يشعرهم يعني يشعركم بسلطته عليكم، كان كثيرا ما يعني يتجنب ضربكم أو ما شابه. هذا الأسلوب الحياة الذي أخذه على الرغم من أنه درس في سوريا وهناك ربما كان نوع من الحدة، يتحدثون على أن هناك جدية وصرامة ونظام كما يقول الأستاذ قادر أحمد حيدر في مقاله عن الوالد. كيف يعني كان تعامل الوالد معكم في جوانب الحياة الأخرى؟ ما أبرز هذه اللحظات الحميمة التي تذكرها الآن؟ أنا بشكل عام أتذكر أنه والدي كان بدرجة رئيسية لا يؤمن بالسلطة إطلاقا. يعني ذكرت أنا بالفيديو والآن أذكر أنه والدي كان في كل لحظة يحاول تعليمنا شيء، كان يتعامل معنا على الأساس الأصدقاء يعني، وكل هذا الكلام مش فقط لنا نحن وأولاده، يعني كان يتعامل مع أصدقائه بالطريقة هذه، يتعامل مع موظفين معه بالطريقة هذه، يتعامل معنا نحن بالطريقة هذه، فكان كل الناس أصدقائه. ولا أذكر أنه كان في يوم من الأيام والدي يتعامل مع أحد بطريقة إما تعطيه هو قدر أكبر أو تعطي الآخر كذلك قدر أكبر. يعني حتى تعامله مع السلطة كان يتعامل مع الأشخاص مهما كبروا بطريقة الصديق. فهذا الذي كان مؤثر علينا، وكان
ما يعني تربية كان ضمن الحزب البعثي في سوريا، كان في كثير من القمع للطلاب سواء السوريين أو اليمنيين اللي كانوا عايشين هناك. لكن والدي استخدم هذا النهج كرسالة للحياة. طيب هو ذهب إلى سوريا ومن ثم كأنه أبعد ومن ثم عاد بعد ضغط من قبل الحزب الاشتراكي كما فهمت، هل هذه المعلومة صحيحة؟ كان صحيح، المعلومة هذه صحيحة. والدي كان مندوب الحزب الاشتراكي اللي هو كان في الجنوب للطلاب اليمنيين المبتعثين، لم يتدخل بشكل مباشر في السياسة السورية، وإنما كان صديق لكل الطلاب اليمنيين اللي يأتون من هناك. وبعد كذا الرئيس الأسبق لسوريا حافظ الأسد طرده من سوريا، وبالتعاون مع دولة الجنوب سابقا الأستاذ شكري زوار تحدث مع حافظ الأسد، وأرجع والدي لتحضير مشروع تخرجه ثم تخرج وعاد إلى اليمن مباشرة. طيب ما دعني أعود إلى الأستاذ طارق سعد. أستاذ طارق، الآن عندما نسمع هذه الكلمات من معد في أسلوب حياته، أنت كصديق ربما لك يعني معرفة من جوانب أخرى لا تظهر في العائلة، تظهر في التعامل مع الناس وكيف كان يعني كيف كانت أمور الحياتية بالنسبة للأستاذ عبد الله معهم. برأيك ما هي أبرز المحطات التي أثرت من وجهة نظرك في مسيرة الفقيد وكانت علامة بارزة بالنسبة لمسيرته؟ الأستاذ عبد الله طبعا كان نفس اللي ذكره الولد معد، نفس أسلوبه حتى في تعامله مع الأصدقاء. كثير من المحطات التي كانت بالنسبة للأستاذ عبد الله المجاهد، عمله طبعا في السابق في الجانب في الحزبي السري، وكان تقريبا كانت البداية لصقله. وطبعا لا ننسى أنه برضو كمان من أسرة معروفة في الجانب القضاء، يعني قاضي ولا هذا، وكان الإنسانية طاغية عليه بشكل كبير. يعني كان يتعامل في إنسانية يعني خلينا أستطيع أن أقول مفرطة، سواء للذي يستاهل أو لا يستاهل. يعني كان من هناك من يبادله العداء وهو بالعكس يكثر من الإنسانية معه، بل يبتسم. يعني رجل لا 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 يمكن أن نصفه إنسان يعني بشر غير موجود. يعني الحمد لله نقدر نقول أننا يعني تعلمنا منه الكثير. هذا الإنسان العظيم وعانى الكثير هو طبعا في أيامه الأخيرة، لكن الحمد لله يعني أنه كان رحل أو أختاره الله إلى جواره في يوم كان يوم يعني مبارك، كان يوم عيد الأضحى رحمة الله عليه. وطبعا لن أنسى أستاذي الحبيب، أنا أذكر كثير من ثلاثة طبعا أشخاص الذين وقفوا بجانبه في اللحظات الأخيرة بينما خذلته حكومة الشرعية، لأنه الانقلابيين لا جدوى، يعني هم سواء انقلابيين لم يكن ناديهم. الأستاذ عز الدين الأصبحي في اليمن في المغرب، والأستاذ فيصل سعيد فارع مدير عام مؤسسة السعيد، والزميل محمد صادق العديني، هؤلاء الثلاثة الذين وقفوا فعلا وعاجزين عن شكرهم واستجابوا لدعواتنا، وكان لهم فضل في يعني وقوف بالوقوف في السنتين الأخيرة بجانبه. إذا أشكرك أستاذ طارق سعد على مشاركتنا هذه الذكريات مع الفنان الفقيد عبد الله المجاهد. نعود مشاهدينا الكرام إلى الأستاذ معد ابن الفقيد. معد، يعني برأيك يعني من خلال ما يعني تعرفه عن الفقيد باعتبارك ابنه، أنت ابنه الثاني بكل تأكيد، هناك حديث على أن الفقيد لم يكن فقط في مجال الرسم معروفا، هناك حديث عن النحت، هناك عن الإخراج الصحفي، حدثنا أكثر عن ما اشتهر به في من أساليب أو من أدوات وطرق فنية. والدي طبعا عمل بكثير من التقنيات الخاصة بالفن التشكيلي وكمان بالتصوير. والدي من أقدم المصورين في البلد، يعني حتى إلى الآن لازلنا داخل بيتنا نملك كاميرات روسية تعود إلى السنوات
بداية الأربعينات كان يقتنيها والدي بحبه للتصوير. رسم نحت الكثير من المنحوتات، شارك في السمبوزيوم الخاص ببيروت عام 2000 وشارك في الكثير من المعارض الدولية، سواء في الصين، في أمريكا، في لبنان، في مصر، في كثير من الدول العربية والأجنبية بالفن التشكيلي. لكن الأهم من كذا أنه والدي كان بشكل رئيسي معروف بالفن الكاريكاتوري، فهذا بشكل عام ما يتذكره الكثير من اليمنيين عن عبد الله البقعد، هو الفن الكاريكاتوري، لأنه هو تزامن مع الأستاذ محمد الشيباني كأول كاريكاتوريين يمنيين. طيب معد، دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ مروان دماج وزير الثقافة الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا. إذن في هذه الأربعينية معالي الوزير للأستاذ عبد الله المجاهد، ما هي أبرز الكلمات التي تأتي في سياق الإرث الذي تركه المجاهد لنا؟ أولا رحم الله الأستاذ عبد الله المجاهد. كان أنا بالنسبة لي كنت يعني من الناس المحظوظين والقلائل الذين يعني عملوا فترة طويلة في وجوده، سواء في صحيفة الشورى أو في صحيفة الثوري. عبد الله المجاهد حقيقة أولا كإنسان وكفنان صاحب موقف ووطني، وكرجل كان في قلب السياسة وفي قلب النضال، وكان حاضرا بأعماله وبموقفه في كل لحظة مهمة وفي كل موقف سياسي عام. وعبد الله المجاهد هو اكتسب يعني هذه الأهمية، هو فريد بين أبناء جيله وبين الفنانين والكاريكاتيريين وبين الفنانين التشكيليين بموقفه السياسي. أنا أتذكر يعني خلال التسعينات عندما بدأنا العمل الصحفي ونحن نتلمع طريقنا في العمل الصحفي، أتذكر عبد الله المجاهد وهو في قلب الصراع السياسي، عندما كانت الصحافة بعد حرب 94 مستهدفة، كان عبد الله المجاهد هو من القلائل الذين حافظوا على سقف الحريات ودافعوا على صحافة حرة وناقدة، سواء في صحيفة الشورى، في صحيفة أولا الثوري، في صحيفة الوحدة، كان صوت عبد الله المجاهد في المقدمة، كان في الطليعة، وكان بكل تواضع، كان مع عدد محدود جدا نستطيع أن نتحدث عنهم، عبد الله سعد، نتحدث عن خالد سلمان، نتحدث عن علي السقاف في صحيفة الوحدة، نتحدث عن عدد محدود جدا من الأسماء، كان عبد الله المجاهد موجودا في المقدمة وبكل تواضع، كان حاضرا في كل لحظة سياسية في تاريخ البلد. هنا عبد الله المجاهد اكتسب أهمية خاصة. عبد الله المجاهد الفنان التشكيلي المبدع، عبد الله المجاهد الكاريكاتوري الكبير، لكنه كان عبد الله المجاهد الرجل الوطني المناضل الذي دائما يكون في المقدمة، لا لسبب أن يكون في المقدمة، ولكن يكون في المقدمة لأنه هذا واجبه. هذا عبد الله المجاهد كما عرفته في كل لحظات. طيب معالي الوزير، معالي الوزير، ما يعني أريد أن أشير إلى تجربة أخرى مهمة في مسيرة عبد الله المجاهد كما عايشتها. أما تاريخ عبد الله المجاهد فهو تاريخ كبير أكثر ممن أنا أستطيع أن أحيط به، لكن عبد الله المجاهد كما عايشته، أنا أتذكر عبد الله المجاهد النقابي، هو أسس نقابة الفنانين التشكيليين، بذل جهد كبير، ونحن نعرف ماذا أن تشكل نقابة في وضع وفي بيئة وفي وسط مثل اليمن، ما هي الصعوبات وما عليك أن تبذل من جهد وعناء في التأسيس مثل هذا الكيان. كان عبد الله المجاهد أيضا ليس فقط عبد الله المجاهد الفنان والتشكيلي، ولكن أيضا عبد الله المجاهد النقابي والسياسي. نعم تفضل. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا معالي الوزير. أعود إلى ابنه معد المجاهد. معد، عندما نتحدث عن حياته لربما يعني سأسألك عن 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 آخر لحظات حياته، عن الأوقات الصعبة، كيف تذكرها؟ ما الذي كان يحدث بالنسبة للأستاذ عبد الله المجاهد، سفره إلى مصر ومن ثم عودته
إلى البلاد ومن ثم رحيل. أعلم أنها لحظات صعبة، لكن أحتاج لتوثيق هذه اللحظات أن تشرح لنا ذلك. أدرك أهمية توثيق لحظات زي كذا. والدي كان معروف أنه شخص مدخن، كان مدخن لمدة ما يقارب 30 سنة. بعد هذه الفترة توقف عن التدخين تقريبا 11 سنة، لكن كان يعاني كثير من آلام الصدر وعجز في التنفس. ففي آخر سنتين ذهب إلى كثير من أصدقائه، حتى أصدقائه اللي كانوا دارسين معه في سوريا في مجال الطب، فقال زارهم عشان يتلقى الفحوصات الطبية، وكان محتاج لهواء نقي الأكسجين، والأجهزة اللي توفر الأكسجين النقي كانت لازم تعمل بالكهرباء أو نشتري الأكسجين النقي من خارج البيت. فتكلفة الأكسجين كانت من يوم إلى يوم تزيد مع حكم الميليشيات داخل صنعاء. الأكسجين اللي كنا في يوم من الأيام نشتريه نعبيه ب300 أو ب400، الآن أصبح عند وفاته بالدبة الواحدة اللي كان يستهلكها ب6000 ريال. يعني كان يوصل أنه لازم يستهلك دبة واحدة في اليوم، فتوصل تكلفته كبيرة جدا. فسافر إلى القاهرة، ومثل ما أشار الأستاذ طارق سعد أنه التقى بالأستاذ عز الدين الأصبحي، وكان الأستاذ عز الدين الأصبحي دور كبير بمساعدته هناك والوقوف بجانبه. والأستاذ عز الدين صديق لوالدي، صحيح أنه كان في فارق عمري بينهم، بس والدي بحكم قرابته بالصحفيين كامل كان الكثير يحبه، فساعده خلال هذه الفترة، واستمر فترة علاجه داخل القاهرة ما يقارب عام كامل، ثم رجع إلى 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 صنعاء، فتوفي صنعاء بعد فترة بسيطة من رجوعه 6 أشهر تقريبا. رحمة الله تخشى. إذن هذا يدفعني حديثك الآن وما تحدث به الأستاذ طارق سعد من أن في هذه اللحظات الصعبة كان هناك أمل في أن تساعد الشرعية بشكل أكبر في يعني التكفل بمصاريف العلاج، باعتبار أن لا اعتماد على سلطات الانقلاب. ذلك يدفعني إلى التساؤل لوزير الثقافة المعالي الأستاذ مروان دماج. أستاذ مروان، إذن يعني هذه اللحظات الصعبة والمعاناة التي يجرعها الثقافي في حياته، وهذه العلاقة لعبد الله المجاهد مع السياسة في اليمن، يبدو أنها لم تفده في نهاية حياته في علاج حتى. لماذا هذا الخذلان إن صح التعبير من طرف الحكومة الشرعية لهذا الفنان القدير؟ هو شوف في كل سيرة، يعني في كل سيرة لفنان كبير أو مبدع كبير، هناك يعني لا شك هناك لحظة لا يستطيع، هناك تقصير كبير تجاه سواء الفنانين الأدباء الكبار، وهناك لحظة من الشعور أنه هناك عجز عن تقديم ما يستحقه هذا الفنان الكبير، سواء كنا في الحكومة أو في، إلا أن التقصير هو قائم، وهو أيضا يبعث عن الأسى، يعني الأسى والحزن لكن حقيقة أنا لم أنقطع يعني عن التواصل مع الأستاذ عبد الله المجاهد في يوم من الأيام، كنا متواصلين بشكل دائم. ما قدمناه هو قليل جدا، ولم يفي يعني بالأمر المطلوب. هذا الخذلان هو موجود من قبل وموجود الآن، وكيف يمكن أن هذا الوسط الذي يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى الوفاء يعني تجاه ما قدمه بعد هذا العمر الطويل، يعني من هذا أمر يجب أن يتم، يعني أن توضع آليات معينة، أن توضع حلول حقيقية، لأن ملاحقة الحالات الفردية هي تحصل وتقدم جزء من الأحيان، يقدم جزء ولكنه غير قادرة على تغطية والإيفاء الكامل وما يجب أن يكون. هذا أمر يجب أن يناقش في حالة كل المبدعين الكبار الذين عانوا أولا من الخذلان
وعانوا أولا من انصراف الدولة وانشغالها بأشياء أحيانا تكون أقل أهمية، وأحيانا تكون أشياء كثيرة، لا أقول فقط ضعف الإمكانيات، الإمكانيات كان يمكن أن توفر، لكن حقيقة يبقى الشعور بالتقصير قائم، يبقى شعورنا أنه لم نكن في المستوى، يبقى شعورنا أنه نحن لم نكن أوفياء بالقدر اللازم. حقيقة هذا أمر حقيقي وأمر صحيح، ولا يوجد لنا عزاء، يعني لا يوجد ما يشفع لنا، لا يوجد ما يعفينا من مسؤولية التقصير تجاه الأستاذ عبد الله المجاهد، والحقيقة تجاه عدد آخر من الأدباء والمبدعين الكبار الذين ما زالوا على قيد الحياة. كان ما يشعرنا بالراحة هو هذا التسامح الكبير الذي كنا نجده عند الأستاذ عبد الله المجاهد، رغم شعورنا بالتقصير، رغم شعورنا أننا نحن ننصرف بمشاغل أحيانا تافهة وأحيانا جانبية، وبالعمل اليومي وبملاحقة العمل اليومي واحتياجاته ومشاكله، كنا دائما نشعر بالتقصير، ولكن عندما كنا نتواصل مع الأستاذ عبد الله المجاهد كنا نشعر بذلك الروح الكبيرة وذلك القلب الكبير العطوف الذي يعني المتسامح، كان يعطينا راحة كبيرة جدا. كان عبد الله المجاهد ونحن نشعر بهذا التقصير، إلا أنه كان يتعامل برحابة صدر وبحب كبير ونادر. هذه شخصية الأستاذ عبد الله المجاهد حقيقة الأمر، وأنا ظليت على تواصل معه إلى آخر الأيام، وبيننا وبين رسائل متواصلة، ولم أشعر أبدا يعني بأي لوم أو عتب حقيقة، وهذا كان أمر دائما يدهشني ودائما يحيرني. هذه الشخصيات العظيمة يعني هي أولا ذات أرواح كبيرة وعظيمة جدا، إلا أن تقصيرنا قائم دائما وبالذات مع الأستاذ عبد الله المجاهد، حقيقة لم نقدم ما يجب تقديمه. رحمة الله تغشى. إذن أشكرك أستاذ مروان دماج معالي وزير الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى ابن الفقيد الأستاذ معد المجاهد سنذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. لم يبق خبث فيه إلا طالها، ماذا تبقى في يديه حيالها؟ ذاك الذي ليس جديدا قبحه، حمل الجرائم كلها وأتى لها، وهو الذي يدري بأن عبوره لا لن يكون بقتله أطفالها. أطفالنا ليسوا حصون تعزنا، أفلا أزحت إن استطعت جبالها؟ يا أنت يا من لست شيئا، إنها لا شيء يعلو أهلها فينالها. من جردتك من المنام؟ وإن غفوت فزعت حين رأيتها ورجالها. من زعمتك ويوم شاءت أسقطتك، وليس رأسك ميتا إلا لها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني التي نخصصها لأربعينية الفقيد عبد الله المجاهد. أعود إليك معد. أنا أقرأ الآن كلمات للأستاذ عبد الباري طاهر، يقول أن الفقيد عمل في المتحف الوطني برتبة عسكرية، وطلب إليه إبعاد كل ما يتعلق بالشهيد إبراهيم الحمدي فرفض وترك العمل. بقي راتبه في وزارة الدفاع لكنه لم يستلمه طيلة الأعوام الماضية منذ حرب 94. هذا يدفعني إلى التساؤل مع كيف كان موقف الفقيد السياسي؟ هل كان له خط معين، خط سياسي معين، خصوصا بعد فترة بعد حرب 94 وبداية الألفية إلى الآن؟ تصحيحا بس للكلام، هو عمل أسس وعمل على تأسيس المتحف الحربي وليس المتحف الوطني، فبسبب طلب الحكومة آنذاك محو تاريخ سياسي معين والدي رفض، فعندها سحبوا حسن السيرة والسلوك، وكان آنذاك حسن السيرة والسلوك معناها سحب أساسا الرتبة العسكرية وسحب الوظيفة العامة منه. واكتشف في مؤخرة الأيام أنه عندما عين مديرا
للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة أنه هناك ازدواج وظيفي وأن هناك أحد يتقاضى راتبه إلى آخر لحظة عرف فيها وظيفة الأخرى ورفضوا إعطائه أحد الوظيفتين. يعني والدي توفى ولم يحصل الله على وظيفة العسكرية الذي هو كان فيها من تأسيس المتحف الحربي مع زملائه، ولا وظيفته اللي كان فيها مديرا لإدارة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. طيب ماذا عن مواقفه السياسية؟ هل كان يعني هل كان حادا بالنسبة لانتمائه لحزب الاشتراكي ويعني كونه أحد القيادات الطلابية في فترة ما، أم كان يتعامل مع بقية الأفراد من بقية الأحزاب بشكل مختلف؟ كيف كانت علاقاته في هذا السياق؟ أكيد يعني كانت علاقته منفتحة لكثير من الأحزاب السياسية، والدليل بالموضوع أنه بتلاقي كثير من الأحزاب السياسية ورواد من الأحزاب السياسية حزنوا على موت والدي. والدي وقف مع مجموعة من المواقف مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان يرسم حتى لجريدة الصحوة اللي كانت أساسا تابعة للحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقف مع الوحدوي، بل هو كان مخرج لصحيفة الوحدوي للحزب الناصري، وقف بمواقف مع أكثر مواقفه كان مع الأستاذ عبد الكريم الخيواني رحمه الله، يعني وقف معه أثناء سجن علي عبد الله صالح للأستاذ عبد الكريم الخيواني تعسفا. فكان موقفه مع كثير من الأحزاب السياسية ليس موقف مع الحزب السياسي نفسه، وإنما موقف مع المظلومية. يعني حتى لو كان يحصل مظلومية ضد المؤتمر الشعبي العام، كان أبي يقف ضد هذه المظلومية ولا يقف مع الحزب. طيب بنقطة أخيرة، معد وإن كانت موجعة، متى قلت في سياق الفيديو عن لحظة ما شاهدت الوالد يبكي، متى كان ذلك؟ والدي كان لا يبكي أساسا، والدي بطبيعته كان ساخر يعني، لكن والدي قبل ما يتوفى بكى في درجة كبيرة في لحظة اغتيال الشهيد جار الله عمر. ضحك، بكى كذلك في لحظة تخرج أخي، لحظة إلقائي لمجموعة من القصائد لأمل دنقل، لحظة التقائنا بأخي، أنا وأخي أوسان، في بعد رجوعه من مصر. فكانت لحظات بكائه مدموجة بالضحكات، لأنه أساسا طبيعته كانت ضحكة، ما كانت طبيعته حزينة إطلاقا يعني. إذن أشكرك على تقاسمنا هذه أو على مقاسمتك لنا هذه اللحظات التاريخية. تفضل معد. بس شيء أخير يعني كنت حابب أقوله عن والدي. والدي بطبيعته كان ساخر، يعني كان تلاقي دائما السخرية بكل تصرفاته. أعتقد أنه لو كان في أربعينيته متواجد وشاف الحشد الذي يبكي بصدق علشان وفاته، كان ممكن انه يعطي نكتة ساخرة عن موضوع وفاته في ظل وضع زي كذا. فكان والدي موته اكثر على الوطن اللي حاول يبني منها، وعلى الوضع اللي صارت فيه البلد، اكثر من موته بمرضه. هذا فقط اخر ما كنت حابب اضيفه. شكرا جزيلا لكم. شكرا، رحمة انا ممنون لكم جدا. رحمة الله تغشى. اشكرك جزيل الشكر معد على مشاركتنا هذه اللحظات وهذا التاريخ الذي سردته لنا في هذه الحلقة. ابن الفقيد معد المجاهد، شكرا لك. نرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن، الأستاذ محمد صادق العديني، رئيس مركز حماية الحريات الصحفية، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ محمد. حياك الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم وحياك الله. إذا أستاذ محمد، كتبت في أحد يعني المقالات حول نعي الأستاذ المجاهد، تحدثت على أنه مات وسط جحود الوطن بهيئاته ووزاراته وأحزابه ونقاباته، ووسط عجز المحبين والأصدقاء. ما الذي تتذكره من لحظات مع الفقيد؟ عبد الله المجاهد أستاذ كل ما تعنيه الكلمة، وصديق من النوعية التي تشعرك أنه قريب منا، أنه أخوك، أنه أخوك الأكبر أو أبوك. كان بسيط في التعامل، وكان صادق أيضا في التعامل، وكان
مبادر للمساعدة. كثير من الزملاء كان يصمم لهم، خاصة المؤلفين، يصمم لهم غلافات كتب، أو أصحاب الصحف الجديدة كان يصمم لهم ترويسات الصحف. أنا أذكر أعرف كثير من الزملاء صمم لهم، وحتى نحن كمنظمة صمم لنا شعار منظمتنا وترويسة صحيفتنا مجانا، لم يقبل أن يأخذ منا ريالا واحدا. عبد الله المجاهد لم يكن يتاجر بفله، على العكس كان صاحب قضية أيضا. باختصار عبد الله المجاهد كان أيقونة حقيقية، كان لم يكن مجرد رسام كاريكاتير، كان أيقونة إنسانية وفنية وفكرية عظيمة. كان أيضا صاحب رؤية. أتذكر كثير من المواقف عملنا سويا في صحيفة الثوري. هو أيضا عمل، كان مستشار فني لصحيفتنا ومنظمتنا أيضا. كنا في الثوري أحيانا نصدر أعداد خاصة، مركزين يعني مواد العدد بالكامل على قضية معينة، يأتي برسمة كاريكاتير واحدة يختزل كل ما كنا نريد أن نقوله. صحيح. طيب أنت قلت في مقالك أن تفقد البشرية سياسيا فذلك لا يمثل أدنى خسارة، الخسارة الفادحة عندما نفقد فنانا، وحين يكون هذا الفنان استثنائيا كعبد الله المجاهد فإن الخسارة تصبح نكسة كبرى تمنى بها البشرية وتجتاح الكون. كيف يمكن أن يتحول أو أن تتحول هذه الخسارة إلى مشروع يبنى عليه برأيك أستاذ محمد؟ أنا باعتقادي أنه على المؤسسات الرسمية، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، أن تسارع لتخليد هذا الرجل العظيم هذا من خلال جمع أعماله، طباعتها، دعم مشروع جائزة الرسم الكاريكاتير. كل سبق أن منظمتنا أن كانت تعمل على إطلاق جائزة باسمه، كان لا زال على قيد الحياة في فنون الرسم الكاريكاتوري بحيث يكون تقليد ثانوي. أتمنى أن يكون هناك متحف أو جزء من المتحف، يعني من المتحف، يعني لديه أن يكون قسم خاص في المتحف لعرض مقتنياته، رسوماته، منحوتاته. ايضا هناك لديه لوحات كثيره يمكن جمعها بكتالوج وطباعته وتعميمه. ايضا يمكن دعم الموقع الالكتروني الذي يعمل ابنائه على اطلاقه. انا حضرت بعض اجتماعات اللجنه التحضيريه لاحياء اربعينيته، كانوا اولاده يعملون في ظل ظروف سيئه جدا، يعني بامكانيات ذاتيه جدا. لم يتلقوا أي دعم. أنا أقول أن مؤسف جدا ألا تسارع وزارة الثقافة ولا وزارة الإعلام لدعم مثل هذه الأشياء. الآن لدينا فرصة، أقول لكل الذين خذلوه خلال الفترة الماضية وخذلوا الأربعينية، لدينا الذكرى السنوية، يمكن أن يكون تقليد سنوي نطلق من خلاله الجائزة، نطلق من خلاله كثير من الأشياء التي تخلد مثل هذا الرجل العظيم. عبد الله المجاهد كان فنانا بكل ما تعنيه الكلمة، ولديه كان قضية في كل مراحل اليمن بما تشهده من أحداث. كانت رسوماته ضوء، كانت تقول لنا أشياء كثيرة كنا كإعلاميين وكان حتى سياسيين يعجزون عن القول الذي يقوله عبد الله المجاهد. إذن هو الأمل أن لا تذهب هذه الذكرى ولا يذهب ما إرث المجاهد. نعم، الذي كان موجودا نظل نتذكره. نعم، إذن هو الأمل أن يعني يخلد هذا الإرث بأشياء لا تجعلنا ننسى المجاهد كما ربما فعلنا مع الكثير من الفنانين والأدباء. نعم، الذين رحلوا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد صادق العديني، رئيس مركز حماية الحريات الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة هي تعازي مرة أخرى في الفقيد عبد الله المجاهد، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا والزميل أسامة عادل والزميل منصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.